من بعد طلب بزاف تاع الخوج رجعت ثاني البلاي ليست تاع قصه رابور، وكنت غامر على هذه السلسله غير باش نوجد لكم بزاف تاع ليبيزود على الراب واللي جاي مفرقع مزيان باش تشجع على الكونسيبت. دير معك ابوني ولايك للفيديو وهذه الحلقه باش تدور عند كلشي، وكاع البيبليك يبارطاجي البلاك. هذا الرابور اللي معنا اليوم يستاهل نهضروا عليه، حيت دوز بريد خايبه من حياته ومكرفس في الغربه، بات في الزنقه وحس بالجوع في كرشه، وغادي يكون من بعد هو رابر مغربي كيفريستايل في سكايروك بالدارجه المغربيه، وقدر مدة قصيرة افرض سميتو في الراب المغربي. ومع صاحبنا عنده مشكيف اي كي اي تاعو، وقال البيبليك ينطق خطا خليه هو يقولها. او او ماشي اي او 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 ان زد ا وانزا. سيداتي ساداتي مرحبا بكم في قصة وانزا دكا لي عقرب كيفليكسي. وفين كرافك المسايل يلا ما تسناي شتناي غتناي شهدو وانا ميير جاوبهم لا ما فيش ما عنديش ليوم مرجادي كنجيبي ميلي. عبد العزيز وانزا تزاد سنة 1995 دار بيضاء وبالضبط بالحي المحمدي ديور لامان. الأب دكاني من الأربع أولاد عمر، تزاد كبر عبد العزيز في ديور لامان، ولكن من بعد غيتحول ولاد زيان قبل الانتقال تاعو إلى هذه الأخيرة. عبد العزيز دوز بزاف شحال الأحداث في الطفولة تاعو، كان هو داك الضافر تاع الدار وكان ديما واكل القتلة بسبب التبرية اللي كيجيب للدار. عبد العزيز من الصور تاعو هو مواكب التكنولوجيا وآلة التصوير، بحكم الأب تاعو كان الخدمة تاعو هي كلون وفوتوغرافيك. هاد القضية خلات الأب ديما كيصور ولادو كيفاش كيعيشوا وكيفاش كيكبروا قدام عينيه. في بلوغ عبد العزيز 6 سنوات جرب ودخل المدرسة العمومية باش يتعلم القراية والكتابة واللي هي حاجة ضرورية في الحياة، وبلا بها تقدر تصاب عليك شحال من مأمورية طريق شاعر. عبد العزيز كان ديما هو الطفل المتفوق في المدرسة، وهذا الشيء هو اللي خلاه يكبر مكلمن شوية في الطفولة تاعو، حيت كان كيجي من 10 الأولين في المدرسة، والنقاط اللي كيحصل عليها كتجي من بعد عناء من الأم تاعو اللي كانت ديما شادة في دار وكتشرح ليه الدروس من الصغر تاعو، وخلاته ديما حداها قليل فين كيخرج للزنقة. من بعد ما دوز ويزا ابتدائي تاعو وترونكي بدون أي مشاكل، غادي يلقى راسو في الكوليج وبداية سن المراهقة، بدا كيحاول يخرج للطريق، ولكن مع الأب تاعو دكاني فين ما فكر ويزا يبان واعر أو يدير شي حاجة خايبة كيشبه وكيسمخو كيتقاد مع راسو ونيش في الطريق. وهذا الشيء هو اللي خلاه ديما محافظ على المرتبة تاعو في القراية، وكيجي من 10 الأولين في المدرسة، ولكن المعاناة تاعو غيتبدا عنده فاش غيطلع لليستي، وداك الكبت اللي كان عنده غيتفرقع وغادي يتبلع وبالضبط في الباك. وهذا الشيء هو اللي غادي يخليه يحصل على نقطة ضعيف في المويه الجينيرال في سنة 2011 فاش غيدير الباك تاعو في جيبو، وغادي يمشي يلقى لليستي في اسفي في برونش جينيرال انفورماتيك، دوز عامين في اسفي. وفي هاد السنتين تعرف على بزاف تاع الناس في لاكولتشيغ تاع الراب، ومنهم شايفين بحكم ويزا كان مأثر بزاف ديك الوقيته بثقافة الهيب هوب. تزاد طلع دوز تاعو في البلاي كان ديما اصقار وكيكمي، واحد النهار شاف الحارس العام تاع المدرسة كيكمي هو يحقد عليه ولا ديما شاد معاه الذكير وما كيخليهش يخرج. واحد النهار وينزا زاد في الهضره مع الحارس العام وهز طابله وضربو بها، وهذا المشكل كبر وصل حتى للدار عنده. فاش سمعت من واد الهضره عرفت بان ولده الا بقى هنا غادي يخرج على راسه وما غادي يقرا حتى شي حاجه. ناضو باعو دارهم طوموبيل وسافطو يقرا في فرنسا. في سنة 2013 وينزا حط رجليه في فرنسا، فاش وصل اول مره مشى لواحد البلاصه معروفه تسمى البريك دانس والراب، بحال قال شي ياسمينة في كازا. وينزا كان معمر ياسمينة بزاف فاش كان في كازا، عند بالو الا مشى للشارط اللي تاع فرنسا غادي يبان مستيلي وضارب حتى ناضيه، ولكن فاش بان وجهو تما لقى راسو النيفو هار ولا كلشي شاع الراب زايد على عزر. داكشي اللي كان كيشوف في ياسمين مختلف بزاف على الشاط اللي تاع فرنسا، وهو يدور وجهو وهو يمشي قاع على راسو. ضرب 3 سنين تاع القرايه تما، وجات واحد الوقيته قال لي الله غالب ما قاعد ديما نصيفط لي الفلوس ما بقاوش عندي، خرج دبر على راسو. عبد العزيز جات في الصدمه وعارف راسو طاح في شي ياسمين ما يتحسدش عليها، ما بقاش عنده باش يخلص الكنه وهو يخرج للزنقه. بين ليله وضحاها ولا كيبات في الزنقه وتعرض للسرقه ومشاو ليه الحوايج تاعو. وصلت بيه الازمه لواحد الدرجه ما قدرش يشري حتى قرعه تاع الماء، جرب الجوع والعطش بلاد الغربه. واخا هو ماشي حراق ولكن عاش الحياه تاع الحراق، ولكن من بعد المعاناه كاملين ربي غادي يفرجها وغيتفاجئ فاش غتقاد الوقت وغادي يكمل مزيان. واحد النهار دبر على ستاج ومشى عند المدرسه باش يعطيو اوتوريزاسيون باش ستاج، ولكن عكسوا ليه وما بغاوش يعطيو الموافقه. هو يقصد واحد ريسبونسابل كاين تما، هو يقول ليه يا اما غادي ديروا معايا الحل نخرج ندبر على راسي يا اما غادي نخرج عن القانون. شافوا حتى عياو وما عطاو الموافقه،
وافق، ولكن قطع الدراسه واحد 6 شهور حتى دو ستاج تاعو ودبر على خدمه ولا خدام مرتاح. الا مشينا طلينا على البدايات تاعو في الراب بروفيسيونيل غادي نلقاو داكشي جا متسلسل. من بعد ما تقادت الوضعيه عنده كان كيعرف واحد الدري سميتو دريس ديزاينر. هاد ادريس كيعرف نيسيو. واحد نهار نيسيو كان عنده شي خدمه في باريس وهو غيطلع لفرنسا وغادي يشوف دريس باش يصور ليه كليب. ادريس ويصون على وينزا وقال لي راه يجي عندي نيسيو لفرنسا. جيت عرف عليه ومن تما تعرفوا على بعضياتهم بحيث نيسيو ولا كيراعد وينزا في الدار تاعو ولاو كيخدموا مجموعين بروجيات. ومن تما بدات الرحله تاع تشجيع نيسيو لوينزا. ديما كيقول لي انت راه ناضي تقدر ترابي وغيترابي احسن منه. وكان ديما كيشجعو وكيدي معاه الاستوديو. ومن تما مره بدا كيكتب السطور تاعو في الراب وبدا كيحسن المستوى تاعو في الكتابه. ومن تما بدا كيغرق في الراب والهيت تاعو. ومن بعد ما جا نيسيو 3 ايام من المغرب وينزا غادي يكتب اول تراك لي في الراب المغربي وفي الكارير ديالو بروفيسيونيل اللي هو وينزا اكس 3. أبطوني الوالدين وحرقتني السمقة خلتني ما نطلعش حولي والشعب المرقى. هالتراك تحط في عود مارس 2018 من تقصار تاعو فوق الانستري غادي يبان لينا بانه كان عنده واحد ستوك تاع لي زونفورماسيون تاع الهيب هوب. وجا هو خويا في هالتراك كنلصق عليه هاد البروجي في النهار الاول في يوتيوب 10K وفي السيمانه الاولى وصل بيه 40K. ودابا من بعد 5 سنين باش ملي واحد البروجي في يوتيوب منلصق عليه اكثر من 213,000 مشاهده من موراها غاتعيط ليه لاكاج غاتقول لي بغيناك دير معنا فري ستايل. هو تصدم جاتو في الشكل كيفاش واحد يلاه بادي في الراب تعيط ليه باج معروفه بالراب. وفي 27 جوان 2018 غادي يحط فري ستايل تاعو في هاشتاغ تاع ان لاكاج. شفنا شرحنا في سطوره شابينا فينيكس السابع نحطوا لي دم صاحبي نقولوا لي كان وقالي كانوا كيديروا ندفلوا في فامو نيشان. عند فري ستايل ضارب في يوتيوب اكثر من 298,000 مشاهده. عجبني هاد التراك بزاف كنصحكم تمشيو تسمعوا ليه. وراه كان ضارب حتى في يوتيوب مع شيون نيسيو فاش كان كيجي عنده لفرنسا تراك تعميكي. الله يرحم من جا وجاب هادو جوالو ما جاب وداو رزقنا بلا حساب وحلفين بالرب جميلة. تقصرش عن نيسيو في التراك عالمي ومنساوش وينزا اللي جا باش يطلق الروفلان تاعو ويزيد جمالية للديسك كتر. وينزا في هاد البروجي غير غنى وماشي راب. لينا والو ما كا هنا ما نكونو كي شميكي هنا ما نديرو عين ميكا فكر مرتوب وداك الميكا. ولكن هاجي التراك اللي غادي رابي فيه وغادي يزيد يعرفو كشر وسط الراب المغربي. واحد النهار كان عاد شايفين في فرنسا واحد الكونسير وتما فاي تلاقى من جديد وينزا مع شايفين اللي كان كيعرفهم من ايام فاش كان كيقرا في اسفي. وكان معاهم حتى ماد وطوطو وكانوا مجموعين كاملين في دار وحده وكانوا عايشين بحال العائله. واحد الساعه ويطيح عليهم واحد الايدي تاع يديروا فيت مجموعين ومنها يديروا برومو الكونسير تاعهم. ومن تما فاش غيديروا فيت مجموعين وغادي يكون سميت التراك تاعنا. هاد التراك كان تشاف في الراب المغربي وزاد طلع في التوندونس وراه ضرب اكثر من 10 مليون تاع الفيوز وزاد تعرف كثر وينزا في الراب. كان كيقول لي سمولكس دابا انت راه درت شي فيت مع شايفين عمرك تحبس الراب وحمر لينا وجعنا. ومن اول مشجعين ليه هو الاب تاعو اللي كيبارطاجي الموسيقى تاعو في كاع الجروبات تاع الراب. وفي 15 اوت 2018 غادي يحط وينزا تاني تراك ليه سولو في لاسين تاعو اللي هو ويفي. اللي كي زغرت هو اللي طاح في البير وجبدوه اما تاني تنوى ونص فيهم متدوي. هذا البروجي ناضي داب اكثر من مليون تاع الفيوز في يوتيوب. وفي 19 يناير 2019 غادي التراك اللي غادي يكون سبب السنياتور تاعو مع لابيل اللي هو تراك ايز باك. اقشب امسلك الكلاس تادا زيدا في ناس كذا خلقي نفسي ده ام بيبقى حادي. هاد الكليب ساهم كتر في انتشار الموسيقى تاعو وخلى البيبليك تاع الراب يقول هاد الصاد جاي بقوة للدومين وغادي يفصل السمية تاعو بجدارة واستحقاق. ويزا كان معروف وجه ديالو وداك الدرن اللي كيغني الحب. واحد النهار ويحط تراك تاع فالونتينو كلشي كان كيقول بأنه غادي يحط فيه لي سونتيمو تاع لامور. ولكن كانت المفاجأة فاش غادي يحكي فيه على الحياة تاعو في الراب وكيفاش حتى بدا الراب وقفتو كله في لاكول شيخ تاع الهيب. 92 وسط نونتير بدا تخيب الضحك تحطو أول ريمات قدام بابي ناس وداق كيسمع فلو شي زادري ما تنضك يصفق. وفي 20 ابريل 2019 غايجي التراك تاع هيا ودي. يا رديت الصرفة ديت الما داري شحال دريت خديتو غير باش نعلي الفوق. هذا البروجي بحال بغا يقول فيه راني وقفت على رجليا وراني غادي نبدل داكشي كله اللي خايب اللي دزت منه. وفي 2 سبتمبر 2019 غايجي التراك تاعو اللي غايطلع به التوندوس لاول مرة اللي هو بيبي. وفينك راه فيك مساعين يلا راه ليك تمنى يا تمنى.
كان الحب والفيليق مسيطر على كاع السطوره تاع الديسك، وهذا البروجي ضرب اكثر من 2 مليون تاع الفيوز على يوتيوب. ومن بعد غتجي الفرصه تاعو باش يكتب التاريخ في الراب المغربي، فاش غادي يكون وينزا اول رابور مغربي كيف فريستايل بالدارجه المغربيه في راديو سكاي روك في فرنسا. فيك انت انت مني تحطو 16، فيك انت انت مني تزنا 16، دورنا في لومبو عارفين انت ما يطفاش. هذا الراديو اختصاصي غير في الراب في فرنسا ومشهور بالبلانيت غاب اللي كتعني كوكب الراب. من بعد وينزا غادي يخدم على راسه وغادي يحط شي بروجيات اللي ناضي بحال 2019. في 4 أبريل 2020 غادي يجي الكور ميتراج تاعو اللي تصور في فرنسا، كيحكي فيه كيفاش كانت حياته في غربة وشكون وقف معاه النهار الاولاني، وكيسالي الشورت موفي تاعو تراك ناضي. ومن موراها غادي يجي التراك تاع مالكوم اكس. كصحاب الدين بزواك والعفا، صحاب ليك الراب قباح وخفا، ما كاين لا راب لا كاين في بلادي كيموتو الداب كيعيشو البين. وحتى التراك تاع بابي الديسك ناضي هارب مصوري كليف في فرنسا، ستوري شاب علمي طافوق وراه ضارب اكثر من 2.5 مليون تاع الفيوز على يوتيوب. ومن بعد غتجي النوبة تاع بعض الديسك اللي هابين في النيفو بحال ماريا. وماريو ياك مولاك وجو ديس يعطيك كذا تلاصو فوق الطفل ودهشي اللي ضارب اكثر من 3 مليون تاع الفيوز. ومن موراها ب 5 فبراير غيجي الفيج مع توتو في اوكي ويج، وهاد التراك غادي نوصي وينزا كتشالنج وغادي يشارك فيه اكثر من 200,000 فريستايل. وينزا كيلعب دور كبير في الراب المغربي حيت هو كيخدم انيماسيون، خدم مع بزاف تاع الراب في المغرب وبرا المغرب بحال بوبا، كنخدم مع ايماج جرافيك في واحد البروجي. هاد العقليه تاع واحد كيقلب على الرباح فين ما كان، كيمشي يقلب على راسو فين ما كان عنده الرباح، وهو اصلا كيقلب كيفاش يصور فلوس حيت هو دوز الازمه وعارف راسو الا مابقاش عنده الفلوس غيرجع للازمه والجوع وبيات في الزنقه. وفي 8 جوان 2021 غادي يجي الفيت مع دولي بران تراك تاع كراش. نود نود فيق فهاد الحال شاد الحاله فران وقاد بحار. ومن موراها غيجي الديسك اكثر استماعا عنده اللي هو احلام، ضرب اكثر من 3,900,000 مشاهده في يوتيوب. وفي 17 ديسمبر 2021 غادي يحط وينزا واحد الفيديو اللي كان سخريه بالنسبه للكلاش تاع الديب اللي كان كلاش تاع الديب في واحد الديسك. وفي بدايه 2022 غيجي التراك تاع لي فيتش اللي تصور لي كليب تاعو في سويسرا. كي غنسى لي فات قول لي كي غندير واللي الباقي طويل قول لي كي غنسى لي فات. ومن مورا التراك غادي يغبر والسبب بقى لي مشكل في حياته. في واحد النهار كان غادي فوق موتور وما ديرش الكاس، لاحق طونو ديالو هوايا وتزاد مع واحد البوليسي في الهضره وهو يضربو البوليسي. وفي ديك اللقطه داير لايف وسجل كل شيء. اش داير الكاسك مشاده ليه حنشه؟ هذا انسان ما كانش داير الكاسك ياك، شتو حنشه صلخو، شتو حنشه صلخو شخ. وهاد السيد يدير الكاسك ها هو تيشوف فيكم. وهاد السيد اطلق مني 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 اطلق مني. ها انتوما شادين ها ماكي ها ماكي ها هو قدامكم قدامكم واش نقيد ما عندكش حق تاخذ ليا التليفون. وصدق في الاخر هو اللي مشدود في الحبس وضارب فيها مده سجنيه وخرج من بعد. من بعد هذا المشكل غيجي اخر تراك عنده فلاشين ديالو اللي هو دنبي. الديسك ناضي، انا شخصيا عجبني بزاف وكنصحكم تمشيو تسمعوا ليه. وفي 2023 بالضبط في شهر رمضان المبارك مسلسل المكتوب غادي يبان رابور وينزا في الحلقة 10 من المسلسل. انا الصراحة ما كنتفرجش فيه وكان بان ليا بعض الباجات كيبارطاجيو بعض لي بارتي من المسلسل، والبارتي اللي كيبارطاجيو كيبان فيهم وينزا لعب شي دور برانسيبال في داك السيري، وهذه مبادرة زوينة بالنسبة لاكو شي شهر راب. وحتى الدون بيك راه كان ممثل في شي مسلسل على ام بي سي 5 على ما كيقولوا، وانا شخصيا ما كنتفرجش في التلفازة بزاف. هاد القضية كتبين ان الروابط اللي عندهم عقلية زوينة راه ماشي شي شخصية اللي عنيفة ولي كتخرج على المجتمع وراه قادرين يعطيو في بزاف تاع المجالات. الى هنا غادي نكون انا قلت كل شيء على شخصيه الرابور عبد العزيز وينزا. بالضبط قول لي في الكومنتير كيف جاتك الحلقه، وما تنساش معك ابوني لاشين بارطاجي الفيديو مع صحابك وتقول لي شكون الرابور اللي بغيت تشوف الفيديو الجاي. يما غادي مرافقي موسيقى اللي باقا جايبه بوكوراس لارس لارس كل ليله متاسته زاد لكوكاينه كانت اللي في لادريس 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 راجع خطوة اللو
ولو ما انتش على فوسط ليل كندور 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 كنت مدير عدور عادي كان صادع شي يمي يمو 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 راك اودي تاتي صواري فوق لطاب الخولة كوكاينة